مثلا حد تايه فبيقول له انا عندي كوبري علشان يعني اعرف انه هو مش عارف يوصل لمكان معين، بيقول له خلاص استناك عند الكوبري. سنة من السنين جه سيل كبير جدا بسرعة 40 كيلو متر وشال في طريقه بازار وسوبر ماركت ومركز غطس، كانت خسائر كتيرة. فكانت ده مقسومة نصين، نص من عند نبتون كده لجزالة والنص التاني اللايت هاوس والعسلة. فكل ما بيجي السيل بيفحر الحتة دي، بتيجي الحكومة بعد كده تردمها تاني عشان تعمل تواصل بين دهب وبعضيها. فمن هنا جات للفكرة دي، هو ليه احنا لازم نردم 2-3 متر رملة عشان نوصل ده ببعضيها، تم نحتفظ بمجرى السيل زي ما هو ونعمل 2 كباري. كوبري الخشب ده كان المفروض ان هو يتفنش بجذوع النخل، وكوبري تاني للعربيات، ونعمل بغاز ونفحر مجرى السيل ده كله، نعمله بحيرة بحيث ان احنا نوصل البحر اللي ابعد نقطه في دهب، ما تبقاش دهب الشارع الواحد. عرضت الفكره على سياده العميد محمود عيسى ورحب بيها جدا واقتنع بيها.